شارع بغداد. كل المشاكل يجي في اليوم عصرية بس اللي يحتاجه ابو السبع. هذا ابو السبع يعني ابو الالف شهر اشتغل هذا. احنا موصلين من جهتي 250 300 تحقيق جولة ميدانية على مشاريع التي تنفذ من قبل مديرية مجال نينوى والتي تمول من قبل وزارة الإسكان والإعمار ضمن مشاريع الخطة الاستثمارية، من ضمنها مشروع الخطوط الناقلة المطرية للجانب الأيمن من مدينة الموصل. نقوم حاليا بتنفيذ مجرى صندوقي في منطقة تل الرمان. هذا المجرى الصندوقي سيخترق منطقة تل الرمان وصولا إلى شارع بغداد، ثم يدخل إلى وادي العين، ومن ثم إلى منطقة زيادة، وإلى أن يصل إلى هذه المنطقة التي نتواجد بها حاليا في منطقة وادي حجر، حيث أن هذا المجرى الصندوقي سيلغي الوادي الموجود الطبيعي والذي عمره أكثر من 60 أو 70 عام في الجانب الأيمن. الوادي هو عبارة عن مركب للنفايات، روائح كريهة، خطورة على حياة المواطنين والأطفال. إلغاءنا لهذا الوادي يضيف نقطة إيجابية في أعمال البنى التحتية لمدينة الموصل. أيضا زرنا موقع المشروع الذي تقوم به المديرية حاليا بمد مجرى بالقرب من مجسر بدالة أبي تمام وبدالة أو مجسر موصل جديدة. هناك أعمال لمديرية المجاري حاليا أنجزنا معظمها، بقي لدينا عمل لمدة أسبوع واحد إن شاء الله سننجز العمل في هذا الموقع ويكون مهيئ لمديرية الطرق والجسور التي تعمل حاليا في موقع المجسر. إن شاء الله سننجز أعمالنا قبل أن يصلوا إلى مرحلة تسوية الشارع وإعداد والتهيئة لأعمال التبليط للمجسر.